سبور ماكس مع أمين جلنزة. ماضي 3:05 دقائق على إف إم. مساء النور، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سبور ماكس، حلقة السبت 5 جوان 2021. مرحبا بكل المستمعين اللي يسمعوا فينا على فريكونس نتاعنا في كامل أنحاء الجمهورية. تحية اللي يتابعوا فينا على الباج فيسبوك راديو إف إم، الباج إف إم سبور، والإف إف إم تي في في بث متواصل 24 على 24. الحديث اليوم على عقوبة ياسين خنيسي الحرمان اللاعب لمدة عام كامل بعد تناوله مادة محظورة. باش نطرقوا للموضوع بأكثر تفاصيل، باش يكون معنا أيمن عبد النور للحديث على التدوينة اللي ظهرت على صفحته الرسمية بخصوص ياسين خنيسي، مع عدة مواضيع أخرى. الملعب التونسي، الجلسة العامة الانتخابية القادمة، غازي بن تونس الرئيس السابق للستاد باش يكون حاضر معنا بالتليفون، المنتخب والمباريات الودية، نصف نهائي كأس تونس، وليد الهيشري يعود للسي بي، ومشاركة أنس جابر في دورة فرنسا المفتوحة. سبور ماكس ماضي 3:05، مرحبا. انتم تسمعوا في سبور ماكس مع أمين جلانزا من 3 للـ5. شكو معكم أمين جلانزا في الميكرو، قيس في الأعداد، نور في الإخراج، ويام أوبا في الإي إف إم تي في، ويحضر معايا كالعادة تيغي جيلاردي الإعلام العربي، طارق العصادي نجم النجوم فخر الجنوب. مرحبا. مرحبا بك أمين، مشكور على الإطراف المقدمة هذا، وإن شاء الله نعدي حسها به. مرحبا بمحمد وسام. على ذكر تيغي جيلاردي، شكون يعجبك في المعالقين؟ لا أنا ولد صحافة مكتوبة. شنو ما كتفرش في الماتشويت، شنو ولد صحافة مكتوبة والشعبوية الزايدة ذي؟ إيه بالرسمي أنا. ما فهم معلق يعجبك ومعلق ما يعجبك بدل عليه. يعجبني سليم الربعاوي بالنسبة لي، كتابة صحافة المكتوب. ندمت والله، سألت سؤال ندمت. لا جاوبتك بكل سكروا الميكرو، سكروا الميكرو نور، هذا باش تعبني اليوم. أسطورة سوق الانتقالات والميركاتو يهاب وكل وكلاء العمال وحن سامة، مرحبا. بعد 50 سنة إن شاء الله. وينك أمين، مرحبا بك، مرحبا بجميع المستمعين وبالولاد. صديقك مينو رايولا وجيجي دوناروما حارس الميلان، نحسبه حسبة غالطة ذهب. حسبة غالطة، وعندي صديقي سيف ناجي معناها حارس الميلان النادي الأفريقي، تحية ليه. قال لي معناها عمل لي كومنتير، قال لي مشي تولي كيف، قلت له اللي عمله هو كان يعمل واحد في تونس ما عادش يخرج من الدار. صحيح ما عادش يخرج من الدار. بلي على ذكر السؤال اللي سالته طارق على الكومنتاتور والمعلق المفضل ليك، ما نعاودش نقول لك لانه توا جاوبتني من قبيله رضا العودي. ما يسالش باهي رضا العودي، وانت في تونس ولا معناها في العرب ولا في الاوروب؟ في العرب، في تونس، في الاوروب. المعلق المفضل نتاعك هيكل صغير. تحية كبيرة لي معلق قنوات الكأس هيكل صغير جورج بيست الكرة العربية نجم الملاعب وسام سلام. مرحبا. مرحبا مين وبالوخيان وبالمستمعين. شكون يعجبك انت في المعلقين؟ باش نسلك سؤال زاد. لا انا الشوالي خاطر ولد حمد عصام الشوالي. تحية لي زاد عصام الشوالي معلق بين سبورت. تفضل. اليوم ساعة نهار كبير، ساعة في منطقتنا في الدندان، فهمت اللي اليوم الحمد لله يعني المشروع هذا نتاع نهج البيئه وين تسكن انت نتاع البايريه، فهمت؟ تقول لهم وين نسكن انا. اي مين كان يسكن. اي صحيح. اليوم ديجا يعني صار با باهيه في البروجي، وحاجه اخرى مبشر بها لاهالي الدندان ونساء الدندان سورتو، اللي حلم كان تستنى فيه نساء الدندان كل اللي جمعيه نسائيه ان شاء الله باش تكون موجوده في الدندان. وهذا نشكروا به زاد العضو بسمة اللي كرة القدم. اي كرة القدم العضوة في الدندان اللي هي بسمة سليتي، اللي فريمون خدمت برشا على البروجي هذايا. مبروك للدندان واهالي الدندان والمنطقة اللي دايرة الكل. تنجح في السياسة، تنجح كي تبدا تشكر. خطيب ما شاء الله. أي أول مرة حياتي نشوف واحد يشكر. لا مشروع باهي. خاطر نحن مين يعرف، نحن مولديت الدندان. لا فيها الدندان ونحب. لا مولديت الدندان كانت راه من أعرق ما فما، فهمت؟ وجابت برشا من لاعبيه كبار، ومالوريزمون أسرتا مومون اندثرت وعملنا توأمة مع منوبة، وتوا بدات بشوي ترجع مع الناس سينيور. ان شاء الله العوام هذوما باش ترجع لنا المولديه اللي نعرفوها، ونخرجوا منها لاعبين كبار اللي فيهم. شكون لعب في البرازيل راهو من الدندان باش تبدا في بال؟ شكون بلا يلعب في البرازيل؟ القدري. اي يعني لعب في البرازيل راهو مع مارينو. اهالي الدندان اللي اكيد فرحانين برشا بالفريق النسائي الجديد اللي باش يمثل المنطقه. البدايه باخر اخبار الكوره في تونس، عقوبه ياسين خنيسي، وضعيه الملعب التونسي المنتخب هذه فوت بوانتين. Foot.tn.
ياسين الخنيسي وقرار الكاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم بإيقافه 12 شهر بعد ثبوت تناوله مادة محظورة اخبار فاجئة الناس الكل حقيقة. عقوبة الإيقاف يعني 12 شهر اللي تبدأ من نهار 19 ماي. الاختبار يأتي إيجابي فيما يخص مباراة الترجي والمولدية بتاريخ 10 ماي. مباراة ما كانش فيها انجو كبير طارق العسادي، برشا غموض برشا كلام تقال على العقوبة هذه على اليسار الكل. طارق رايك في اللي صار، وخاصة انه الخبر هبط مفاجئ كالساعقة هبط على احبه الترجي الارضي تونسي قبل مباراة الاهلي المصري. فما منح ينجموا يتكلموا فيه الاولاد اكثر لانه الدوباج ولا غيره هم كورجية عاشوا الضغط هذا ما دوباو شراء لا ما حاجة ما دوباو نحن اما عرفوا حالات وهم يعرفوا ممكن شو مدويات وكل شيء تنطرقوا فيه. من جهتي انا باش نتكلم في منح اتصالي كما اشكرنا ادارة الترجي بامل دفوة وقلنا ادارة منظمة وتفي بالتزاماتها مع الملعبية وكل شيء. فما فشل اتصال كبير برشا أمين لأنه الخبر وتقريبا وحكينا حتى ثم مشكلة اسمها طه ياسين الخنيسي علاش تغيب بريود الأخرى، ثم ناس يقول يتمرض، فما ناس يقول مشاكل مادية لأنه شكي على مستحقاته، هذا كله معناتها دارج في الوسط الرياضي والوسط الإعلامي. ما يعاب على هيئة الترجي ومكتب الاتصال فيها معناتها حتى جمهور بيدو معناتها كان ثم برشا احترازات علاش الصمت هذا كله. ماهيش نهاية العالم، مش أول ملاعب باش يتعاقب ومش آخر ملاعب باش يتعاقب. كانت نجم هيئة الترجي تفصل الجدل هذايا علاش غايب طه ياسين الخنيسي عن الواجهة تقريبا ماتش بالوزداد منحة ثم ثاني. ماتش النجم الساحلي زاد غاب وغاب بصفة فجئية في الماتش الروتور معناتها تنحى في الفيدو ماتش وتفاجأت العباد. وين تحب تهزنا أنت توي؟ إي بيان سور ساعة أولا خاطر عدم خروج أخبار بحد ذاته أسامة يولد برشا إشاعات. كانت نجم تفصل بكوميونيكي أوفيسيال مش تقراها أنت في موقع مصري ويفهم منه لأنه حرب معنوية ونفسية قبل اللقاء. الخطا وقع عند طه ياسين الخنيسي يتحمل مسؤوليته وما هو الا سبورتيف. صارت برشا حالات في الكره الحديثه في تونس اللي سمعنا بهم خلف اللي ما سمعناش بهم يتحمل بيان سور هو القسط الاول المسؤوليه. لكن في نظري انا فما حاجه اسمها لجنه طبيه في الترجي كانت ما نعرفش انا ما كنتش كوارجي لكن نتصور فما دروس تثقيفيه توعويه طبيه للملاعبيه. بعد نحكيوا على الدور اللجنه الطبيه كيفاش الملاعب يخذ الدواء من غير ما استشار طبيب الترجي او اللجنه الطبيه في الترجي التونسي. رايك اسامه في الخبر وقتك كيفاش هبط وربما التستر اللي صار قبل الخبر على حاله طه ياسين الخنيسي؟ ولكن ما قال طارق يمكن خرجت برشا شائعات من الاول كما قال طارق يعني فما حكايه فلوس وكذا. لكن ما تعرف انا نتصور اللي هيئه الترجي ما كانش نجم هي اللي تخرج الاولانيه وتقول فهمت يعني ديجا خبر هو ديجا صادم شوية. بون ان شاء الله شقول انا ان شاء الله تكون كما سمعت ديرنيرمون من عند طبيب يعني تكلم قال اللي هي غلطة متاع دواء عادي وخرج بوزيتيف. حاجة المهمة اللي لازم ياسين ما يهبطش دي يخدم على روحه. مازال مستقبله قدامه يعني عام صارت البرشة داعبين فهمت ورجعوا في فورما اكثر من قبل وإن شاء الله ربي معه وكاو. نتمنى أنه العقوبة هذه تنقص محمد أنا قابلة فما استئناف وقابلة أنه يتم تخفيض المدة ذي من 12 شهر حتى للنصف الستة شهر. صحيح ما احنا ما عندناش لديتاي كيفاش صارت العملية ذيك اللي خلى لوبس وخلى برشا كلام الناس تتكلم. مش نحكي سبورتيفمو عن سيتياسيون بتاع ياسين جاتوا في وقت خايب برشا بما أنه في نهاية عقد مع الترجي يعني مش يكون حر. لكن ياسين الخنيسي تعدى بوكو بيريود خايبين في كاريره وطاح وقام ومعنى خرج من الترجي وبعد مشى نادي صفاقسي وعاود معنى طلع اسمه في الكوره ولعب في ليكيب ناسيونال. دونك البيريود هذه باش توري لا فورس دو كاركتير نتاع ياسين الخنيسي وان شاء الله معنى انا نعرفه شخصيا قادر انه يتعدى البيريود هذه. الحيثيات نتاع العقوبه وكيفاه صارت ما نجموش نحكموا الا ما نعرفوا لي ديتاي. احنا كي كنا نلعبوا نتفكر وقتها معنى كان خذينا دواء في وسط الجمعه نهار الماتش نقولوا معنى الطبيب باش يقيدوا في الورقه فما دوايات معنا ما ناخذوهم الا ما نستشيروا الطبيب ما نعرفوش كيف صارت العمليه في الكامب تاع ياسين. خلينا نزيدوا نفهموا الحكايه ونفهموا اكثر الموضوع. طبيعه الماده اللي خذاها تاع ياسين الخنيسي من منظور طبي ومعنا مباشره الدكتور ذاكر لهيذ اللي نشر تدوينه في الموضوع. قال انه الدواء اللي تاخذاه ابعد معناه حاجه ربما ياخذها ملاعبي بشي دوبي بها. معنا مباشره الدكتور ذاكر لهيذ. دكتور مرحبا.
مرحبا بكم، مرحبا بكل الضيوف وبالمستمعين. دكتور، كان توضح لنا ابرز ما جاء في تدوينتك حول الدواء اللي خذيته ياسين الخنيسي والماده المحظوره. الدواء اللي خذاه هو دواء معناتها صحيح، اللي فما سر الطبي انه هو خذاه خاطر عنده اوجاع وخذاهم صحيح، عمل خطا. انا اول حاجه قلتها اللي هو غلطت اللي خذاه دواء من غير ما يستشير الطبيب نتاعو. هذا واضح، قلنا انه الملاعب يتحمل مسؤوليته في الحكايه هذه. وهو الدواء ممكن فما برشا ناس يتخيلوه معناتها دواء اعشاب، من هو الدواء معناتها اللي خذاه معناتها فما ناس يتخيلوه نوع من الفيتوثيرابي، في نصه فيه ماده التامينول هذه. التامينول هذه نعطيوها احنا في اطباء القلب، نعطيوها الناس اللي عندهم الضغط نتاعهم طايح، فما ناس اللي التونسيون نتاعهم طايحه نعطيهم التامينول هذه التامينول، وموجود منها في دواء واحد اخر يتعطى زاده شيء قوي للذهن اذا كان فما فاريس، ولا اذا كان فما عضل، اذا كان فما كريزي كريزي مويه مثلا تريتمون تاع الكريز نتاع العضل. أما بالنسبة للعبد يحب يعمل بيه دوفاجرا وماهوش إنسان ينجم يعمل بيه كيما بيسكليت نتاع تور دو فرانس يطلع بيه لاز دويز معناتها، مش كيما الريتروبوليتين اللي بي او ولا حاجات تعمل دي بيرفورمانس اكسترا معناتها سيغ هيومان. هو كان باش تاخذه معناتها صحيح محطوط في الليست نتاع المنظمة العالمية، لكن علاش محطوط؟ خاطر على حسي، خاطر فيه خطر على القلب. اختار على الملاعب هو محطوط في كل ديبون خاطر ينجم يعمل لك انا غير كاردي ياكل يعمل لك. وهو دكتور سامحني نتفاعل معك، الدواء ذا حسب ما فهمت وقريت تم اضافته للادويه المحظوره منذ 2017، معناها ريسامون مش تو تو. هذيك التحليل نتاع 2017 هو موجود فيه، التحليل نتاع النورما هو موجود فيه، معناتها الانسان الرياضي مش يحب يقوي البرفورمانس نتاعو ويقويهم كما شفنا احنا حتى بونجور ما فهمناش الماتش اللي صار فيه معنا. شنو الانزيم تاع الماتش اللي باش ياخذ عليه واحد الدواء باش يظهر فيها سيغ دوي ولا باش يقوي في السرعه نتاعو ولا باش يقوي في الريفليكس نتاعو؟ الحق نقعد به صحيح الغلطه اللي تعملت انه خذا دواء من غير مشاوره الطبيب نتاعو، لكن المربوح نتاعو ما انا ما نراهش كطبيب شنو باش تربح انك تاخذ دواء كيما هذا، معناتها ما فيش مربوح كبير. وفيه حتى في الديتكسيون نتاعو في الزيورين اول دواء يظهر، معناتها حتى كان واحد يحب يغش بالدواء هذايا باش يشد هو الولاد معناتها اسهل ما فما انك يلقاه في التحاليل. دونك انا هذايا الموضوع نتاع التدوير نتاعي اللي حبيت نقولها علميا شنو الدواء هذا وشنو الخطوره نتاعو، علاش تحط في الليسته؟ صحيح يقوي شويه في البيرفورمانس كاردياك، مي المشكله كل حاطينه في الليسته خاطر ينجم يعمل لك انا غير كاردياك ولا يعمل لك دخول بريتم اضافي. بحسب خبرتك انت دكتور، هل يتم ربما التساهل في وضعيات كيما هكا من طرف الكاف، من طرف اللجنه اللي تقاوم ربما تعاطي المنشطات في الكاف، فما ربما ياخذوا بعين الاعتبار الكلام اللي قلته انت؟ لا نورمالمون ياخذوا بعين الاعتبار، خاطر صار قبل مع واحد سباح فرنساوي ونقصوا فيها معناتها اللي كان حتى كي تمشي ادخل توا جوجل شوفوا التمنيات هذه شكون خذاها، ما تراش في كليت من دو فرونس خذاها ولا واحد من فوتبول امريكان، هذوك الناس اللي ولا بقى بوكسور الناس اللي يستحقوا اكثر للكولي دو فرونس، ما تراش خذاها سباح فرنساوي كيف كيف بغلطه نفس الغلطه اللي صارت معناتها بوينت فيز ايجي تاع مرض. معناتها رائع انا اللي ممكن ياسر مش يهضروا بعين الاعتبار للامور هذه. دونك الخطا الوحيد انه الملاعب يخذ دواء من غير مشاور خلينا نقولوا الطبيب واللجنه الطبيه للترجي الرياضي التونسي. شكرا لك دكتور على التوضيحات هذه كل. طارق العصادي دكتور يحب يتفاعل معك. مرحبا دكتور. عاشك بربي. سؤال مزدوج هو في شكل ملاحظه وسؤال به، نقدر ان جهودك وقراءاتك وكل شيء، لكن خليني نعتز نحن بجرجيس وانت وطه ياسين ولاد جرجيس وانت ترجي الهواء، ممكن ملاحظه ما كانتش معناتها عاطفية أكثر منها توعوية، معناتها حبيت تتكلم زادة حتى على الرول متاع التثقيف التوعوي متاع زميلك مثلا في مش قدح ولا ثلب في اللجنة الطبية في الترجي، بشي خاطر مش ملعبية كل قارين، ثم عباد تغيب عليهم المعلومة وطه ياسين أخطأ في جانب المهم الحكاية، معناتها حبيت تتكلم ممكن على الرول متاع اللجنة الطبية في الترجي. وثانيا وانت مطلعت بركلا معناتها سياسيا طبيا رياضيا، أسك أنه وجود وديع الجريف في اللجنة الطبية متاع الكاف قد يسهم نوعا ما في حلحلة الملف والا؟ احنا ان شاء الله احنا عندنا امل باش يكون باش ما يظلموناش، هو اهم حاجه معناتها ما نجموش نحرجوا زميلنا سي وديع جريد هو طبيب نحرجوه بحاجه كيما هكا هو في اول الموندا نتاعو،
معناتها حاجه مهمه مين من نادي المونيش فكها ونادي المونيش ولدنا ديجا دكتور تو في خبر صدر تو ان وديع الجري تم تعيينه رئيسا لل هو تم تعيينه عفوا رئيسا للجنه الطبيه صلب الاتحاد الافريقي منذ 16 ماي دونك وديع الجري ربما يخبر عن اعتبار هذا كل احنا متاكدين ما ناش باش نظلموا في الافير هذه هذيك اهم حاجه خاطر الخطا موجود لكن موش بالبشاعه هذه موش ماهوش ريكو بوينتين خذاها والا برودوي دو طون خويا باهي نتمناو انه يتم تخفيض العقوبه للاعب اللي حقيقة خسارة كبيرة للترجي مثلا والكرة التونسية عقوبة 12 شهر لطه ياسين نخنيسي. شكرا لك دكتور على التوضيحات هذه كل فاصل صغير وراجعين باش نكملوا نحكيوا في موضوع طه ياسين نخنيسي. انتم تسمعوا في سبور ماكس مع امين جلانزا من مكلفه للخمسه. بعد 23 دقيقه على FM كان معنا الدكتور ذاكر لهيد اللي واضح لنا برشا حاجات حول الدواء اللي خذاه طه ياسين نخنيسي والماده المحظوره. الواضح انه الملاعبي اخطا يعني دون استشاره الطبيب ياخذ دواء كيما هكا خطا بالطبيعه امين سيرتو من ملاعبي محترف سيرتو تايمينغ كيما حكى محمد انه في نهايه عقد ومش في موضع قوه طه ياسين نذكره كانت عنده ابها سعودي تقريبا عم ناول لكن توا مش في موضع قوه اصلا باش يتفاوض خاطر ارقامه التهديفيه ضعيفه والمهاجم يعيش بالاهداف وحكينا عليه بامال دفوا ومن السوء حظه انه حكايه المناشطات جاته في نهايه عقد هذا يجرنا لمقارنه بما حكينا عليه زاد باش نكونوا امنين وعادلين مع جميع الفرق وتكلمنا على محمد امين بن عمر شهرين تالي وقت تضرب وطلبنا هيئه النجم ان تعاود الكونترا لانه تقريبا حمد امين بن عمر باش يكون في بطاله قسريه معناتها ما عنده حتى حل اخر. نفس الحاله شفنا ردود الافعال المبدئيه في الترجي كلي طيشه الكوره في تيران تاع طه ياسين الخنيسي. شوف العباد ذكرتها قصيره برشا نذكر احنا يوسف البليلي بنسبه 50% جاب الشامبيونز ليج للترجي 2018 رجع بون شوي خلينا باش نعطيو حق لعباد اخرى نعطيو حق للطار الفني وملاعبين اخرين وقت جاي من حكايه دوباج في الجزائر وبعد اونجي ورجع وشفنا التعامل وكل شيء. شفت مره هذه ما نجموش احنا نبيض الخطا نتاع ياسين الخنيسي هو اخطا في نهايه الامر بحسن نيه معناتها ولا بسونيه موضوع ثاني لكن حبيت شويه حمايه معنويه لانه ملاعبي هذايا هز الترجي برشا زاد على كتافه حسب المعلومات اللي عندنا واللي حتى تم تداولها البارح في وسائل الاعلام التونسيه في الصحافه المكتوبه انه الترجي حمل اللعب مسؤوليات ومفماش خلينا نقولوا مسانده من الترجي اي ما تفاصيل هذوما راهو تصنع الفارق حتى في الرجوع هذا ظهر في الاعلام في جريده شروق مثلا مقال حول انه الترجي قريناه الزميل مراد الخاطرشي لكن شوف مهما كان ملاعب يراه يعيش بالمعنويات معناتها نهار اخر انت شو طالب انت من الترجي انه تكلف اللجنه القانونيه مثلا الخاصه بالفريق لا هي فما مسار نتاع قضيه شوف الدافع على طه ياسين الخنيسي هكا باش ما يفهموناش غلطين طه ياسين الخنيسي اخطا هذا ما لا شك فيه ما قلناش احنا ماهوش غلط لا خاطر باش العباد ما تفهمش لكونه تبييض الخطا ولا حاجه احنا نتمناو العقوبه لحتى حد لكن نوع من القسوه الاداريه عكس التعاطف الجماهيري والملاعبين اللي شفناه شفنا بوندرول شفنا برشا باجات مع دافعه الملاعبي باش تكون العباد مش ذكرتها قصيرا الملاعبي ملي كان مراهق يلعب في الترجي ولا وعمل من 2007 لعب كونتر لينتر وبوكا جونيور نذكروا الدوري اللي طلع فيها وبعدها كيما حكى محمد ديو ديبا مسيرته واللي رجع في 2016 كان نمبر 1 المهاجم جابوا 6 ولا 7 مهاجمين وحتى حد ما نجم ينحي الاسم هذا من مور ترجي دونك نتصور انا بشويه التفاف اداري فما زاد حاجه اسمها فورمه الرجع بعد الضربه ولا حاجه نتصور انا ياسين الخنيسي باش يرجع بقوه اكبر سورتو مور المون ذهنيا يكون قوي. وسام والله طارق قوي ذول يحكي كل شيء. انا الحاجه اللي تفرح اللي كونوا اللاعبين يعني الجروب الكل شفنا تصاور اللي متضامنين مع طه يظهر لي زاده كما قلت يعني اي عبد نجم يغلط فهمت لكن من بعد انا شفت الستاتيو اللي هبتها يعني ظاهر انسان اللي موجوع شويه من ناس مقربين بكل صراحه يعني كيقول لك راهو ذاكره قصيره وراهو طه ياسين الخنيسي راهو ديرنييرمون كان احسن هداف واحسن لاعب في البطوله ومنتخب وكذا يعني ظاهر ديجا يظهر لي الفيز فئه معينه فهمت انا نقول اللي سانسيرمون بكل صراحه برافو للاعبين تاع الترجي اللي ضامنوا مع صاحبهم ونصور حتى اللاعبين الكل يعني في تونس الكل خاطر هذا خطا ما نصور شفنا الحدادي شفنا برشا ملاعبين بس السياسي زاد اليوم في برشا كيف فهمت وابريتو هذا ماهوش ماهوش يعني ماهوش دوباج نتاع ما نعرفش انا في تورنوا نتاع كوب دي موند فريمون اللي تاع دوباج
يعني ظاهره غلطه حسب لحد الان حسب ما نسمعوا لحد الان غلطه وساريف يعني ما مش يغلط يسرتو يعني امور طبيه يعني مش متفقه فيها. نحن بون كما قال طارق يعني كنا ننتظروا من مثلا من طبيب النادي هو اللي يخرج يتكلم ويوضح بون شانس للطاها وان شاء الله يرجع بيانتو وانا متاكد اللي باش يرجع خير من قبل وبريتورا ولانديمير اتاكان في الاعوام الاخرى فهمت ما نساوش هذه النحاو توا ترجي وفريقي والاتوال وكذا وجهويات هذه امور انسانيه وكاو تبالك انا مره تحت على الدوباج زاد عيطولي على فشفاش على فليكسوناز هذا فشفاش كاريرك كلها غلطه تعمل في الخشب فهمت تاع حساسيه ولا بالحق انا عملت انا صارت لي دوباج بني خليت كنت بني خليت ديراني فينا فوزي بنزرتي خويا بعد الماتش ما نجمتش ان نعمل دوباج ماك تعرف تيست ما تبدا شيء من وكملته في البياج فهمت وفوزي ما نحكي لكمش عاد الكلام الكلام تنجم تعاود لنا الكلام تشجيع بحذافيره تاخذ من حملك علاش خاطر نحن في بني خلاد وذول لي رمضان وقتها وبش فهمت ويزم نخرج معاهم في الكاس سي محمد اعطينا كلمه بالله ونحى علينا التليفون يجيب لك اخبار اعطينا كلمه فما ترانسفير بالتليفون سي ميساج اي باهي ما حطوا مود افيون خويا التليفون باهي رايك في اللي صاير الكل سي محمد في تضامن الملعبيه مع صاحبهم في الكلام اللي قالوا مثلا ستاتيو اللي حكى عليه اسامه انه موجوع من ناس معينه تاع ياسين الخنيسي من لونتوراج نتاعو بون سي سور معناها باش تلقى صحابه واقفين معاه سورتو صحابه القراب عائلته شوف تحب ولا تكره مش كارير تاع جوار فيها اوقات باهيه اوقات خايبه وقت الاوقات الخايبه هي اللي تعرف فيها شكون صاحبك بالحق خاطر في المومو هذا في العام هذا باش يعرف شكون صحابه صحاح انا معناها برشا صحابي كيف معناها كي جيتهم بيريود خايبه لقاو زوز ثلاثه اربعه وقتها يقول لك وقتها نعرف شكون صاحبي بالحق بيريود صعيبه باش يعديها سورتو امين اني ابار العقوبه انه ما غير فريق معناها فهمت هذا اللي قلق اكثر معناها مش العقوبه كان جاي سو كونترا ومع جمعيه تتعدى فاسيل مو لكن ما غير فريق اون بليس معاقب حتى في المخ ماهيش سهله جمله معناها واحد ستانس بريتم كل يوم يتساكو يمشي ترينا معناها مع جروب مع واحد سي با فاسيل مي كما قلت لك ياسين معناها في عنده كاركتير وتعدى بدي بيريود صعب برشا في كاريرو ونجم معناها من بعد يتعداهم بالكدا ويوصل للتوب ان شاء الله في البيريود هذا نقولوا له كوراج وراو الناس معنا اصحابك القراب راهم معك بالقدا ترجي تونسي مازال معنا حتى موقف رسمي ينجم حتى يعاود العقد تاع ياسين الخنيسي نجم يتفاهموا الاطراف الكل بما انه ياسين الخنيسي يلعب في الترجي منذ المراهقه معنى منذ اللي عمره ولد الترجي جاي عمره 14 سنه من الترجي جرجيس انا ود بارك 15 سنه عايشهم في الترجي دونك ينجم حتى الترجي تونسي يعاود لا حتى مش بامور انسانيه يعني تو كلامك انت فيه شويه لا 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 ما قلتش امور انسانيه شوف حتى لا. امور كوره يعني نشوفوا تو في العالم يعني لي زافونسون ترى ماش موجودين برشا سورتو في الافريق فهمت يعني وتا اللي يعرف الترجي ويعرف الافريق ويعرف البريسيون تاع الترجي يعني اعطى برشا للترجي مازال عادي يعني مش بسهل باش يلقاو راه معوض فاسيلمون انا نتصور سي انتيليجون من الترجي كان يخمو في الموضوع هذا خاطر افريتو هذه حاجه اكيد يعني الطفل يعرف الفيستير يعرف الاولاد يعرف كذا وانا شفنا يعني تو لي زاتاكون جا الترجي يظل من مايكل فماش فريمون يعني جا لوكوزا جاو برشا فهمت ولا اربعه تقريبا ديما في السنوات الاخرى اللي جاوا للترجي كمهاجمين يتفسخوا مع ياسين اخر واحد اخر واحد مايكل بعد يجي ياسين فهمت يعني كنيونك اما وقت ياسين اسبوار معناتها 19 باهي في نفس ليتار وعلى الصفحه الرسميه لايمن عبد النور لاعب المنتخب و أم سلال القطري ظهرت تدوينة مسيئة لطه ياسين الخنيسي تدوينة هذه تم نشرها من باج أخرى لجماهير النجم الساحلي من عبد النور اتصلت به أنا شخصيا ووضح لي قال لي أنه لم يكن مسؤول على التدوينة والمشرف على الصفحة الأدمين قام بنشرها من تلقاء نفسه معنى يتصرف وحده المشرف على الصفحة لأكثر تفاصيل معنا مباشرة أيمن عبد النور بالتليفون أيمن مرحبا مرحبا بك أمين ومرحبا بجميع مستمعين إيفان كيف الحال أيمن في سوسة متواجد أنت ذالي فيك؟ الحمد لله في سوسة بحضر الفامي متاعي بحضر أصحابي والأصدقاء
ولا باس، كل شيء لا باس، يعيشك الحمد لله. باهي أيمن، نعرف انه كنت غير مسؤول على التدوينه اللي ظهرت على الباج اوفيسيال نتاعك كما قلت لي كما وضحت لي، ماذا بينا نعرف شنو اللي صار باكثر تفاصيل أيمن. اوكي، فما برشا من الناس ساعة نشكرهم اللي قاعدين يتبعوا فيا في الباج نتاعي فيسبوك، مكتعرف توا الموند نتاع لي ريزو سوسيو. واحد من الناس جو سوي كلكان كي ماني تري بروفيسيونيل ونحب نعطي كل حاجه حقها. عملت زوز من الناس لاهين بالصفحه نتاعي، واحد يعمل لي لي فيديو، يعمل لي 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 ستاتيو اللي يهبطوا، اي حاجه نقول لهم فيها ايمن عبد النور بارتاجيوها وحطوا اخباري ديما للناس اللي تبع فيا وكل شيء. ومره اخرى نشكرهم زاد الناس اللي تبع فيا. المره هذه راه تصويرتي موجوده مع 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 لاعب بتاع الترجي اللي هو طه ياسين خنيسي، حبطها عمل عليها جيست بارتاج، مكتب حتى شيء، قال لي خاطر ريت تصويرتك وكل شيء، وقلت لي انت كل شيء هبطه، فهمت؟ اديكو غلط في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الكتيبه وما قراش مليح وما ثبتش وهبط. ومن بعد فما شكون كلمني وقال لي ايمن شوف الباج نتاعك ابخي 7 مينوت سي موا، معناها اللي فسرتها وحدي ومش هو اللي فسرها، معناها اني كي ريت حاجه ماهيش معقوله وما تجيش من اللاعب البروفيسيونيل الدولي وتونسي ومن له الا صديقي طه ياسين الخنيسي، ولعبنا مع بعضنا في ليكيب ناسيونال وين نتمنى له كل وين متزامن معه على الاخر معناها، فهمت؟ وان شاء الله يا ربي في اقرب وقت يرجع للميادين وينورنا وكل شيء. ونعرف اللي يعني مع طه ما عندي حتى مشكله، معناها صاحبي وخويا حتى في ستاج، معناها كلكان كي جو ريسبكت بوكو بوكو، وبصراحة ما نحبش ومش باهية الحكاية هذه تجي حتى من جمهور معناها المنافس، فهمت؟ ديما كي يبدا واحد تونسي لازم بالعكس نتضامنوا معاه وكل شيء. جو بونس هو خذا دواء معناها ما حقوش ياخذوا، نقول له ان شاء الله فترة صغيرة وترجع، وان شاء الله الترجي تعمل ابيل وترجع الامور كالعادة ويرجع يلعب في اخر وقت ان شاء الله. نعرف انه تجمعك علاقة صديقة تاع ياسين الخنيسي مع الكل. مع الكل ما عنديش حتى مشكلة مع حتى اي جوار ولا حتى انترونور تونسي ترجي ولا في الفريق ولا في سفاقس ولا في بنسرت ولا في الاتوال. ديما لوبجيكتيف سي غاردي دي بون رولاسيون، لوبجيكتيف سي اتر ايمي بار تو الموند، مش ديتيستي. نقول اللي سوء تفاهم صار مانيش اني موجود، جمله ما في بالي جمله ستي ا 2 دي ماتان راقد اني وقتها، فهمتني؟ وتجيك تليفونات بارتو وكل شيء باش تشوف، وبعد ندخل شيء اني فسختها وش نقول لك، معناها غلطه مش اني مسؤول عليها، مي سي با غراف جاسيوم، وان شاء الله ما عادش يتعاودوا غلطات كيف هذوما. اتصلتش بتاع ياسين خنيسي؟ الحقيقه ما اتصلتش به، لكن نعرف المحامي نتاعو، المحامي نتاعو كلمته وقلت له اللي راهي الحكايه صارت وصارت، ووريته باتروف، وريته باتروف راه كل شيء، وريته الفيسبوك ووريته شكون الادمين وكل شيء. قال لي ايمن كون مهني، راني باش نتصل به وباش نقابله، وراني اني باش نقول له خاطر المحامي نتاعو سي ياسين، وكان ياسين يسمع فيا نقول له راهو مش هاني، واذا تحت كف على ظل ورد بالك راهو تغلط فيا ولا حاجه. سي كلكان معناها هي تري جون، مي إلي دوي معناها في الحكايه نتاع الانترنت وكل شيء، هبط مش بالعاني، اني فسخت بعد 7-8 دقائق، دونك ما خديتش برشا وقت، لكن ماك تعرف كي دي جوار بروفيسيونيل لعبت لو نيفو برشا ناس تبعوا، دونك جو بونس وضحت الامور، وحتى المحامي نتاعو اللي هو انيس را اللي شكون ادمين معناها في وريته الباس، قلت له اغسل اني وفما زوز اخرين معناها راهم هو، فهمت؟ بون هذه بار بروف معناها باش هو يعرف، فهمت؟ وكان ينجم انيس يتكلم يشوف يقول راني اني شفت، يخلي يتكلم كوم سا نوليو متفاهمين الناس الكل. لا واحنا حتى كي شفنا معناها البوبليكاسيون معناها حكينا في بعضنا، قلت لهم راهو مستحيل انا ايمن عبد النور يقوم بحاجه كيما هكا، خاطر حقيقه معناها شهاده في ايمن عبد النور اخلاق عاليه ومستوى عالي، مستوى ثقافي، مستوى امين في نقول لك اني نحب الاطوال ونموت على الاطوال اي نعرفوا، فما لكن فما حدود لا يتم تجاوزها، نعرف، لكن اني ما نحبش نكون ديتيستي بار لي زوتر كلوب ولا الببليك المنافس. فما منافسه نتاع 90 دقيقه 95 دقيقه، كل واحد يشيخ على جمعيته، كل واحد يشجع جمعيته، لكن في نطاق محترم جدا. ما نحبش بروفوكاسيون، ما نحبش نسبهم، ما نحبش نتمنيك عليهم، وما نحبش حتى شيء اخر يصير، فهمت كيفاش؟ هذوكم الكلهم بما جمهور ترجي، جمهور الافريقي، جمهور صفاقس، هذوكم اصحابي وخياني، ورانا نحبوا بعضنا، ورانا نعاونوا بعضنا، ورانا كنا توانسه ولازمنا نحترموا بعضنا،
في اي نطاق اخر معناه لازم تكون فما احترام. وراني تونس توا تتعدى بظروف صعيبه، راهو اني لو بروميير اللي نعمل الوحده الوطنيه ما بين الناس كل وكاهو. فهمت؟ واضح كلام حلو، مساجك اكيد وصل. ايمن نستغل وجودك معنا، نسلوك على مستقبلك وجودك على رادار فريق سامدوريا. هل فما مفاوضات مع فريقك ام سلال؟ نعرفوا انه الفريق بتمسك بخدماتك بما انه مازال عندك عام في عقدك، وشنو موقف فريقك زاد؟ بون الاتصالات كانت موجوده، لكن باش نكون صريح جدا وباش ما نحبش نكبر الحكايه كل شيء، فما اتصالات نتاع ايمن قداش تخلص وقت يشوف الكونترا نتاعك، رانا نتبعوا فيك. قداش قلت لهم ايمن تخلص؟ رد بالك الموضوع هذا مع مين يعني؟ اي لا ما سي لا فيغيتي، نحبوا الناس نوريوهم الحاجه الصحيحه والحاجه الباهيه، ما نحبش نقول لك راني ماشي وصايي و 100% وبعد ما فما حد شيء. لكن نقول لك راهو فما جيست الكلام هذا نتاع وقت تشوف الكونترا ذاك راه نتبعوا فيك، راهو نعرفوك وكل شيء. شنو ما تطلباتك؟ شنو ما اسكو تحب تجي لايطاليا تلعب ولا تهو؟ ما فماش اوفر، ما فماش حاجه كونكريت معناها سيريوز. دونك اي ترحب بالفكره انت ولا اي بيان سور كالتشيو سيريا معناها مغري سيريا كون كلوب في ايطاليا ساندوريا دوجين معناها فرانشمون وصل فينال تشامبيونز ليغ ساندوريا اذا كان نمشي الغادي سيتي اون بون شوز بور موا. وكيما نقول لك الامر مش بيدي، راه الامر بيد فريقي ام سلال اللي هما معناها العام الجاي يحبوا يعملوا بروجي سبورتيف كبير برشا، معناها يحبوا ينافسوا الكبار. وكان فما مفاهمه باش نمشي على روحي لايطاليا سيتي اون بون شوز، كان فما برولونغاسيون مع ام سلال ولا باش نمشي جمعيه اخرى في قطر، معناها اون ديسكوت. فهمت؟ نتمنى لك احنا الحظ السعيد في مسيرتك. اي من نحكي شوي على المنتخب، هل صار كلام بينك وبين الاطار الفني الجامعه مثلا؟ تحس روحك ربما اي من عبد النور وليد خارج حسابات الاطار الفني وجامعه تونسيه لكره القدم، كانت نجم توضح لنا؟ والله ايش نقول لك، ليكيب ناسيونال سي 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 الناسيون اللي نحبها، سي تونس اللي نحب برشا ليكيب ناسيونال، جو ريسبكت بوكو الستاف تكنيك وستاف نتاع معناها الاداري، معناها نحترمهم على الاخر على راسهم وديع الجاري ومعهم منظر الكبير، جو ريسبكت بوكو. عيطوا لي نجي، ما عيطوا ليش، راني جو سخي لو بروميير توجور سيبورتيغ دو ليكيب ناسيونال، ما عنديش حتى اي حاجه نحب نقولها لهم نيجاتيف. دونك اني اليوم جو في روغادي لو ماتش ونستنى في الماتش باش نتفرج عليه ان شاء الله، باش نشجعهم، باش نكون مع الاولاد، ربي يوفقهم. ايمن عبد النور اذا كان لاعب سابق في المنتخب جو سخي معناها انسيان جوار في ليكيب ناسيونال، اذا كان اني باش يعيطوا لي معناها ما فماش اتصالات. ايمن جمله، ما فماش كلام، ما فماش اتصالات، ما فما حتى شيء. اخر اتصال صار بيني وبين ستاف تكنيك سيتي لاني دافنيغ، فما حاجه صارت هكا صغيره وكل شيء، بوتيت جي روفيزي، قلت ما نعملش الحكايه هذيك. بون بعد شنو الحكايه؟ ما فهمتش حتى اتصال. نعم شنو الحكايه ايمن؟ شنو اللي ما تعملوش؟ لا اتصل بيا واحد مستر تكنيك قال لي ايمن، قال لي ايمن اعمل الحاجه هذه هكا. قلت في امور كوره معناها اعمل حاجه هذه ما نعم شنو قال لك اعمل؟ حاجه بتاثر تكون باهيه، حاجه اني ريتها ما نعملهاش ما نجمهاش، ما بيرسوناليتي اكسبت با سا هكا وما عملتهاش. ومن بعد تقطع لي الكونتاكت نهائيا حتى لليوم هكا. اذا نقول لك امين خويا، انا عندي بيرسوناليتي جو تخافاي توجور افيك لا راج وكل شيء، ديما نحب نربح، ديما عندي قناعات، متربي على الاخر، متثقف، ديما نقرا، ديما نشوف. فما حاجات كو جامي جو في لي اكسبتي، معناها فهمني كيفاش، هذه حاجات اعمل هكا واعمل هكا واعمل هكا، وين باش نتبع جوست ونسكت. ما عادش عمري نتاع باش نتبع ونسكت، جي بيانتو معناها جو خي 32 زون. دونك عندي بيرسوناليتي نتاعي، عندي نعرف روحي وين نحب نوصل وشنو نحب نعمل. حتى انسان ما نجم يقول لي اعملك الحاجه هذيك واني نعملها واني تقني مانيش مقتنع، سي تو وكا. طارق العسادي يحب يتفاعل معك. مرحبا بك سي طارق. مرحبا بك ايمن، عايشك. اولا نحييك انا وشجعك على التطور الاتصالي وصراحتك اللي معناتها مشات متوازيه مع تطورك الفني في كاريرك، ونعاود هو جاي حذانا وانت وقتها ما جيتش. اي انا وقتها في جربه انت ماكش لهنا. هاي فرصه اخرى ان شاء الله زدت اكدنا ان شاء الله من المستوى هذا. مش نسالك انا بكل صراحه زاد على وضعيه النجم الساحلي، لانك عجبتني في كلمه قلت تكون عنصر موحد وطني. خلينا نبداو بالاطوال، اكيد الوضع موش يسر معناتها بشكل كبير ياسر، وانت اقرب ومطلع معناتها وشفت المبادره نتاع زبير 6 شهور التالي ما نجحتش، تو نشوفه في شق مع عباد معينه وشق مع رضا شرف الدين. نعرف انت انتمائك الوحيد النجم الساحلي، علاش ما تكونش انيسياتيف من عندك انت؟ شنو تقييمك للبيلون رياضيا واداريا في الفريق؟ هل تحركتش في المنحه هذه خاطر تبقى عندك شرعيه في جمعيتك باش تتكلم وتنصح وتصلح؟
بون اوكي نبقى ديما جوار تاع كوره مانيش مسؤول ولا اونسيان جوار معناها جو تاع ليتوار خاطر جو سوي انكور في الكومبيتيسيون مع جمعيتي فهمت كيفاش ما نجمش نكون مسؤول ولا نجي نعطي رايي في حاجات اداريه خاصه اللي فرونشمون اوجوردي مانيش ما نفهمش فاهم بالكدي مانيش لاهي على خاطر لاهي بالترافاي تكنيك باهي بالفيزيك نتاعي لاهي بالونترينمون نتاعي لكن نعرف حاجه بركه كاني فما انسان نحترمه برشا ونحبه وعنده مهزه خاصه اللي هو سيري راشر فالدين عندي فيه ثقه ديما نراه يقول لي ايمن اني عندي بروجي نتاع ستاد يحضر ومن بعد جو ريكروتي بوكو جوار باش نهز الشامبيونز ليغ نتاع افريقيا قال لي نحب شويه صبر من الناس نحب شويه الناس معناها زاده تحترمني على خاطر اني قاعد نخسر في برشا فلوس على ليتوال والناس معناها مش واعيه ومش فاهمه سيريزا الي لا سيريزا يحب جمعيته على الاخر سيريزا إليه معناها فريمون باسيون بالليتوال وبسوسة والساحل الكل يحب يعمل حاجة توب إن شاء الله قال لي كي يحضر استاد جو في ريكروتي معناها دي جوار معناها كادر ومعروفين ياسر على الصعيد الافريقي وباش ناخذ احسن ملاعبية ان شاء الله باش يكونوا موجودين في البطوله سيليزا يحب برشا ليتوال جوست ما عندناش استاد الفروع تتعدى الكل بضايقه ماليه صغيره قال لي يعني جاسيوم وان شاء الله شويه صبر وكل شيء وليتوال ترجع للسالف عهدها وقلت له اني سيريفا عندي فيك الثقه نعرفك تحب ليتوال ونعرفك عندك الامكانيات الكل باش ترجع نجم هذا الساحلي الى مكان باهي ايمن سويلي الاخر تجربه التحليل شفناك في قناه بين سبور محلل رياضي ماتشات الشامبيونز ليغ وبلايه البالير حسن حسب جميع الملاحظين كيفاش كانت تجربه التحليل بون في بين سبور حاجه بالنسبه لي يعني حاجه توب حاجه زادتني برشا حاجات عرفتني برشا عباد معناها محترمين جدا توينسا موجودين توينسا نشكر سي فرونشمون سي هشام الخلصي اللي هو اول واحد ما يعطى فيه ثقه وصاحبي وخويا الكبير ونحترمه برشا على الاخر فما زاد دي بروديكتور موجودين توينسا زاد نحبهم ونحترمهم على الاخر وفما بيان سور قطريين اللي نعرفهم شخصيا يعيطوا لي يكلموني فما ماتش تاع ريال مدريد برشلونه خاطر لعب ضدهم فما بايرن ميونخ نلعب ضدها كي باش يقول لي تلعب فما اليوفي تكور معناها نلعب ضدهم نعرف معناها الجمعيه وكل شيء فما في فرنسا لعب باريس سان جيرمان لعب ضد موناكو ومع موناكو فما ليون لعب ضدهم دونك عندي معرفه باهيه محترمه للجمعيات هذوما ويكلموني باش نجي نتكلم على مباريات تاع الشامبيونز ليغ ولا مباريات قويه نتاع 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 بطوله في سواء في اسبانيا ولا في المانيا ولا في فرنسا بانه اني لعبت البطولات هذوك شفناك في موناكو زاد في الجران بري اي مغروم ذلك فيك بالكره مغروم بالكره مغروم بكل حاجه باهيه لقاني كنت نلعب في موناكو عديت فيها موسمين رائعين فرصه ترشحوا للتشامبيونز ليغ كلمتهم قالوا لي كان عندك جيد جي مشيت تعديت وبالمصلط فما فورمولا 1 خديت التذاكر عطوني التذاكر مشيت تفرجت ويعطيهم الصحة ونوجه لهم تحية وهذه ريكونيسونس نتاعهم هما نعرف البريزيدون نعرف بعض من المسؤولين خاطر فما اللي تبدل مشيت سلمت عليهم قعدت بحذاهم شوية شفت النادي شفت الاستاد مرة أخرى ومن بعد فوالا ما عندها حتى علاقة ربما بموناكو ولا بانتقال هكا لموناكو لا ما فما حتى علاقة الناس وفات الوقت هذاك تعدى باهي يحترموني نحترمهم نحبهم ديما فما حاجة خاصة موناكو بالنسبة لي يعني كيما بلادي على خاطر بعد فيها عامين ونعرف وصغيرة هي نعرف الناس كل غادي كلموني كلمت شكون نسأل عليه قلت له برافو بالعكس الكاليفيكاسيون تاع الشامبيونز ليغ قال لي ايمن اجا بحذانا مرحبا بيك راهم يسحب تشوفك جيت ولا بالوقت بالمصلط فما جران بري خديت تذكره وكل شيء من عندهم ومشيت تفرج على الفورمولا 1 وديجا دخلت لهم برشا فلوس تي موناكو في انتقالك الاف سي فالونس وقتها شكرا لك ايمن عبد النور على تدخلك معنا وتوضيحات هذه الكل ان شاء الله تكون حاضر معنا في هكا في الحلقات القادمه كان هذا ايمن عبد النور حكى على تدوين طه ياسين الخنيسي طارق وضح كل شيء وهو من المستبعد انه سيرتو كما الاولاد كورجيه واللي يعيشوا مع بعضهم اكثر يعيشوا مع عائلاتهم في الاستاج وكل شيء دونك ازال اللبس نهائيا ايمن عبد النور وان شاء الله عوده سريعه لطه ياسين الخنيسي وبالشفاء لصديقنا سليم لبرق المعد البدني اللي على الوعك الصحيح تعدى ان شاء الله لاباس صديقنا سليم لبرق المعد البدني اللي منتظر انه وسام علمنا باصابته يكون في اي بحكم صديقتي بي وبحكم اللي ما شاء الله يعني
شكون تلعبي يلا يلا شوفي 8 وشوفي العجل الاسليم لبرك ان شاء الله ان شاء الله ما عنده سو وان شاء الله لباس يلا فاس صغير ولا شيء. انتم تسمعوا في سبور ماكس مع ايمن جلانزر ما في 43 دقيقه على اي اف ام هذه سبور ماكس يا اسامه سلامي خرجك راس راس هذه هذيك تو فهمت الاشاره الصوره للمستمعين سليم لافي صديقنا خديناه وان شاء الله لاباس يعني نقولوا له تعرض لوعكه صحيه ان شاء الله يقوم لاباس ويرجع في صحه وعافيه منتظر انه يمشي الايكا ثاني اخي بفريق ايك اثينا وسامة قال لي خذيت وانت يا اخي ها وانا والله لا كلمت كلم قيس وانت وانت كا وانت انا جاتني المعلومه نورتك بها امور مريقه ان شاء الله لاباس على لاباس ان شاء الله لاباس من الحكايه هذوما وسامة السلامي وضعيه الملعب التونسي بلاغ الهيئه المديره للملعب التونسي حول الجلسه العامه الانتخابيه الموعد 30 جويليه 2021 موعد اثار غضب جماهير الملعب التونسي بما انه في حاله قعد الملعب التونسي في الرابطه المحترفه الاولى في علاقه بيان سور بقضيه الشاب مازلنا ما نعرفوش مازالت الصوره فيها غموض الملعب التونسي باش يكون عنده ولا الرئيس الجديد ولا الهيئه الجديده اللي باش تجي باش يكون عنده 20 يوم فقط للاستعداد للموسم الجديد الانخراطات ستكون على ذمه الحبيب بدايه من 13 جويليه اللجنه المستقله للانتخابات متكونه من السيد احمد سويب رئيس اللجنه والسيد طارق بن نور وبالحسن بورقيبه كاعضاء برشا كلام على موعد 30 جويليه كما قلنا والتاريخ هذا برشا كلام على الاسماء المرشحه لقياده الفريق او المتقدمين لرئاسه الملعب التونسي ايضا وسام الحديث اكثر في الموضوع حاضر معنا مباشره بالتليفون السيد غازي بن تونس الرئيس السابق للملعب التونسي سي غازي مرحبا سيدي بارك الله فيك مرحبا بكم شكرا على الاستضافه وشكرا لكل المتابعين والمستمعين للشأن الرياضي في البلاد وبارك الله فيكم مشكور انت على قبولك التدخل يحضر معايا وسام السلامي اكيد تعرفوا محمد سلامه وطارق العسادي سي غازي كيما جماهير الملعب التونسي استغربتوا وطالبتوا بتقديم موعد الجلسه العامه الانتخابيه اللي يعتبر متاخر برشا 30 جويليه 2021 سي غازي ساقبل كل شيء نحب نبلغ تحيه حاره لاسامه ولدي صديق ورياضي بامتياز معناها ما شاء الله عليه قاعد نتبع فيه هنا ساعه ساعه وتبع في المسيره بتاعه خاصه توا معناها من الناحيه الاعلاميه الرياضيه وان شاء الله موفق قداش تعطيه عدد سي غازي على 10 ككرونيكور ديما نعطيها 12 على 10 ديما تدوس سي غازي ما تعرفش قداش تعبني في النيغوسياسيون ما خاطر كان يتعب لي ديفونسور كاملين سيف كامل نيغوسي معاه عمني ولي سي غازي سيف كامل تعبني اما في الاخر النتيجه موجوده ان شاء الله عليكم كاملين تعطيني سكوبوفات عايشك يا سيدي باهي الموعد 30 جويليه 2021 والله انا دخلت باش بينت اولا دخلت كمحب للملعب التونسي كل شيء كرئيس سابق للملعب التونسي انا معناها صفة عامة عبد حتى كي يمشي يقضي من السوق كان يمشي في ال 12 ما دي ساعة نتاع النهار يلقى السوق فرغ يعني هكا يظهر لي لازم قاعد يقوم بكري دو ميم بوغ لو سبور بالنسبة للكورة اليوم تحب أنت تعمل تبدا التحضيرات نتاعك تبدا تدي الانتدابات نتاعك الانتدابات على كل المستويات من اللاعبين للطاقم الفني للممرن للاستراتيجية اللي باش تحطها للعام الجاي ياسر حاجات دونك تكنيكمون لازم تبدا قبل على الأقل شهر ونص شهرين كيف تبدا أنت في 30 جويلي هذا باش يخلق معناها إعاقة ومشاكل كبيرة للي جاي هذا كان سي جلال ناوي يخرج ماهوش ناوي يعاود يقدم الترشح نتاعو في صورة ما إذا ناوي يقدم الترشح نتاعو جو سوي سيغ اللي هو عنده راهو ليكيب نتاعو وعنده الناس اللي باش تخدم معاه وبالك راه قاعد يحضر في روحه وهذا يخليه اون لونغور دافونس اللي هو يكون بعيد عن الناس اللي باش يترشح معناها بحد ذاته ماهوش باهي بالكل يعني هو ناوي يترشح باش يكون هو عنده أسبقية على الناس ولهذا يظهر لي انا اللي الاسامبلي لازمها تكون كما قلت ما بين 15 و 20 جوان باش على الاقل باش يتقدم يختار حتى باش يتقدم مش يقدم وحده راه باش يتقدم معاه معناها ايكيب كامله وشوف شكون باش يكون معاه وشكون باش يرضى يكون معاه في الجو هذايا نتاع الملعب التونسي اليوم ماهيش سهله انا ياسر ناس متصل بيا وياسر ناس متصل بيهم ومعناها ماهيش الناس معناها سخونه باش تتقدم من حاجات كثير ترى انه تعجيز ربما التاريخ هذا 30 جويليه فيه تعجيز لبقيه ربما الرؤساء ولا المرشحين اللي يحبوا يتقدموا لرئاسه الملعب التونسي. جايب بكل وضوح فيه تعجيز اكزاكتلي. فيه تعجيز ما نجمش نقول لك العكس فيه تعجيز على خاطر ما انا واحد من الناس ما نتقدمش في 30 جويليه نقولها على الملا وما نتقدمش.
انا كي جيت في اكتوبر 2015 سيزون 2015-2016 كي جيت انا في اكتوبر بعد ما طلبوا مني فهمتني هنا القدامى مساهمين قدامى في الملعب التونسي وجماهير وشخصيات وطنيه من باردو وتلاقينا في اوتيل في ريستوران الفلاز نفكرها كي متوا طاوله فيها 20 واحد باش يقنعوني باش ندخل الملعب التونسي باش يكونوا كل معايا ويد في اليد جيت بعد شفت كيفاش تعديت الامور شفتوها الكل وحضرته وشفتوا بعينيكم هذا ماضي واحد ما ينكروش وما ينسى بعد انا كان جيت الملعب التونسي باش نطيحها على الدنيا السلام انا رجل نتاع مشاريع كي ندخل لازمني نربح ما لازمنيش نخسر من اصله هذا مخي هكا اللي ستكتوري كي نعدي بزمان لازمني ننجح كي ندخل في خدمه لازمني ننجح الحمد لله عشت في اربع قارات وخدمت عمري ما خسرت نخدم نربح جيت الملعب التونسي بدينا في اكتوبر لكن الله غالب وقومه النجاح ما كانتش موجوده دونك كانت اكثر من تعجيزيه وشفتوا صار لو يتم تقديم التاريخ هذا سي غازي تقدموا لرئاسة الملعب التونسي كان مثلا يتم تعيين تاريخ ما نعرفش انا في اخر جوان تتقدموا انتوما لرئاسة الملعب التونسي انا اليوم صراحة باتصال فريق كامل متعامل مانيش نتقدم وحدي سكي سيو على خاطر انا اليوم كان نسأل المحبين الملعب التونسي كل راهم يسمعوا ويتبعوا شنو اللي تبدل من وقت اللي كان سي هادي النايفر الله يرحمه يحكم لليوم تبدلتش الملعب التونسي في التسيير نتاعها انا ما عادش نجم ندخل في منظومه نتاع نسيروا كيما كنا قبل وبعلي وخلي هكاكا وجيب هذايا معك لا لا لازم اليوم اعاده هيكله الملعب التونسي على المستوى الاداري اليوم لازمنا نعطي نموذج جديد للتسيير الملعب التونسي هذاك انا قلت مقدمه في الوقت باش تكون اي واحد باش يتقدم معاه مجموعه لازم يعطي تو تام بلون دو ترافاي يعطي روزنامه عمل كامله وعلى ثلاث سنين على خاطر اليوم اللي باش يتقدم هوش على عام على ثلاث سنين اش باش يعمل فيهم وتكون هناك فهمتي اليات اللي هي كانت مفقوده مش موجوده زي ما تتخلق في الملعب التونسي ثم لجان مراقبه على الاعلام الداخلي لا كوميونيكاسيون انتر لازم تكون اشنو باش تعمل في البروجرام نتاعك ايش باش تعمل في ثلاث سنين ولهذا انا واحد من الناس كان في نطلع عند مشروع من نوع هذايا مانيش داخل على مشروع اللي لازم نقدم على خاطر كما يقولوا بعض الناس عندي اون غوفونش جو ني با دو غوفونش انا تنس يقولوا لي والله هي تحت 2016 ارجع تو ترجعها على يدك لا ماهيش اون غوفونش ما تحطش على يدي الملعب التونسي طاحت الملعب التونسي من اجل تراكمات اللي تعدات في الماضي الكل انا غالب العصفور في يد شكون الزواج وفي يدي انا نحمل مسؤوليتي لكن اليوم ما نعاودش الغلطه بنفس الطريقه اللي عملتها قبل. بذكرت انه انت على اتصال مع فريق كامل سي غازي شكون ربما من الاسماء اللي انت على اتصال بها وربما لو فرضنا انه تقدمت لرئاسه الملعب التونسي يكونوا معاك ما نعرفش كاعضاء هيئه مديره مثلا اسماء نعرفوهم هكا. ما حبيش عليك اليوم فما حاجه باش تخبى مثلا انا في دبي الجمعه هذه كل عديتها مع سي محمد درويش الرئيس القديم واللي نشكره على المباشره هو اللي اتصل بيا وجاء عندي وفطرنا وتعشينا مع بعضنا وشاد صحيح ويحب يكون معناه في الكوره يدز فيا باش نتحمل المسؤوليه وسالته يكون معايا قال لي نكون وفرحان هذا الشيء اللي قاله لي قال لي ما نجمش نكون ليليمون اكزيكوتيف لكن نكون في المجموعه فما في نادي المدني اللي كان نائب رئيس عندي قبل فهمت وفما اولاد اخرين من بارد وشباب اللي انا ماذا بيا تكون اليوم الدعم كله يكون بالشباب الجديد هذايا نتاع الكوره نتاع البارد والاغلاط عملتها في الماضي ما عادش نعاودها في كيس به الجماهير تتساءل في حالة تم انتخابكم مثلا ولا تقدمتوا لرئاسة الملعب التونسي هل باش تسيروا الملعب التونسي من دبي هل باش ترجع لتونس كيفاش تم العملية لا ما عادش لا لا ما عادش انا كان انا هو توتمانير انا حتى العام هذاك 2015 و2016 اللي هي كانت معناها هذه امور شخصيه معناها تهمني انا وتهم عائلتي اليوم الحمد لله ولدي الصغير خذا الباك ومشي لكندا دونك انا ما عادش عندي نجم وعملت بيرواتي في تونس انا تو موجود معناها عندي بيروات في تونس وعندي شركاتي في تونس معناها وكان باش ندخل على الساك في ميزان ما عادش هذاك الشيء اللي راهو عملت 25 فواياج في عام ما عادش يصير ما عادش يتعاود لا ما عادش يتعاود انا بيدي ما نظهرش لروحي انا اليوم نخمم نتصل بالرؤساء القدام السي صاشو السي درويش السي الحداد السي عشاب السي بن عيسى كان يحب فهمتني انت واجهت نداء ديجا في فيديو سي غازي واجهت نداء للرؤساء القدام هكا ولا كيفاش؟ واجهت نداء في فيديو هبط على صفحتك الرسميه
البارح قلت انا خاطر انا كي شفت 2015 2016 نعاودها كي الامور بدات باش تتحكر بدات تتحكر السي جلال بن عيسى مشكور تحرك وبدا يلم في الناس ولم الرؤساء القدام وجابهم ولا يهبط حتى هو الفيستيار في الميتون يكلم الجوارات ويتبع في البلان دو ماتش معناها انا عجبني فيه الموقف هذا الرجولي معناها اللي تبناه في ذاك الوقت ما شاء الله ويهبط وما هوش رئيس ويهبط يكلم الجوارات معناها كان بالك ما رئيس اخر كان شويه كما نقولوا في تونس يقولون ناقصه كان بالك يصير حاجات ماهيش هي انا خليت الامور خاطر قلت هذايا معناها ماهيش شركه نتاعي انا تاع غزي بن تونس فيها اسهم وفي البورصه هذا عمل رياضي معناها معمول البارد هذا عمل تطوعي ما فيهش لا شهريه لا سالير لا في شيء دونك قد ما يكثروا الناس وقد ما يتلموا قد ما هو باهي كله في صالح الجمعيه وفي صالح المجموعه نتاعنا في بارت انا خليت الامور تكون وتصير اليوم الشيء اللي صاير وسط الاستاد وينهم ايش بوقت الناس كل تلمت وفي الريستورانات وفي القهاوي والناس الكل تحكي وين اليوم يا اخي هاني انا قاعد نتكلم نعمل وهاني ذكرت لاسامي والله يعطوني التليفون ونطلب ونعمل لهم متابعه وتو نعمل فيديو اخر ونقول شكون جاوبني شكون ما جاوبنيش ومرحبا بالعكس اليوم بالعكس في الستاتيوز يكون فيها لجنه نتاع الحكماء اللي موجوده اللي تكونترولي هي الرئيس والكيب نتاعو ولازم لجنه نتاع الشباب زاد يتبع ولازم الناس الكل تشارك ايلون ماغ يجي رئيس يدخل الاستاد باردو يعمل معاه فهمتي ايكيب يعمل حمله وبعد يطرد الناس الكل يقعد مع زوج ثلاثه يدبروا عليه وما يقولوش ما يعملش ايلون ماغ اللي هي ماهيش شركه تبع الشركات اليوم وكل ثلاث شهور تعطي تقول اش عملت اش باعت واش دخلت واش صرفت احنا ديما نلوجوا رئيس عنده فلوس شكون عنده فلوس يجي يحطها باش يتسب اليوم ويتهنتل وبعد يخرجوه السارق شكون قولوا لي دونك لازم الامور تتبدل لازم فما اليات تاع كونترول في الفينونس لازم انا نعرفوا قداش صرفت نعرفوا قداش يمكن الفلوس باش تدخل للسات تونيزيا لو انت تقول لي لا ما تقول لي فما اسومبلي جينيرال في جويلي باه اي من هنا جويلي ايش باش يصير في جلال بن عيسى انا من معلوماتي الخاصه واللي حكيت انا في نزيد نفسرها بالك فما ناس ما فهمتهاش اتصل بيا سي محمد الخميري اللي كان فيس بريزيدون وكان بحناه سي راؤوف جيج وكلمني ربط عداولي في التليفون قال لي ما يجيش منه كنا احنا ابارامون اتخوا مي انا مش قضيت اتخوا ولا عشو ما عنديش معناها في البوسول نتاعي تعديلات على ناس معينين قلت بسالش جاي عطى الله وعما سالفت ونعاودوا نبنيه واحنا اولاد عائله واحده ما صار بيناتنا شيء كل واحد يحب الملعب التونسي بطريقته وبالك كل واحد يتشنج بالطريقه نتاعو تفضل سي راهو قعدنا نحكي قال لي راهو سي جلال ماهوش باش يترشح قال لي راني انا زادت عندك واحد يترشح وراهو سي جلال خلى فلوس في السايت وحد ياخذ فلوس 700 مليون هكا ولا خلى 750 600 500 مش هذه القضيه عندي انا مادام وخلى فلوس ويحب يقعد يجوي معناها يسمى في فلوس باش تدخل انا كرجل مال وحسابات وبنك فما هكا كيف قلت نقول لكم انا خويا حتى الجويب باش نخرج معنا معناها فما فلوس جايه تهز فلوس هي تنجم تستنى فلوسك تهزها حد ما قال لك لا مادام ورثتك وفلوسك وباين يا سيدي انا معاك يا سي جلال نقولها لك راني جوني فيان دو بيرسونيل معاك ماهيش بيرسونيل ماهيش امور شخصيه وما نشخصنوش هذه امور تاع الملعب التونسي وكان انا يقلقك باش نتقدم والله العظيم على ورقه مانيش نتقدم وخليك لكن الجمعيه ما تتهنتلش الجمعيه ما تمشيش في الساقين الجمعيه ما تمشيش ماهوش ممكن ولا تقول لنا قداش تسال ورينا الحسابات قداش تسال وسيدي نعملوا احنا لجنه حتى نتاع هذوما القدامى الرؤساء والمسؤولين صحوا لك لي او ما تصرفش بس فلوسك لكن خلي الجلسه العامه تتم خلي بالك بالك فما ناس تحب تترشح اسمع في الحاجات تحب ترشح بالك مرحبا بيه وندعم وانا نعاون بقوله فما ناس اللي يحب يخدم الملعب التونسي لو لازم تخدم الملعب التونسي بطريقه جديده ما عادش نقعد نطيحوا بقدر بعضنا ونسبوا في بعضنا واللي يجي يقول نحل الحسابات وراح سب الناس هي حتى الحسابات يحلوها خذ بالك انا كنت نلعب تونسي وديت لكم حاجه حل الحسابات وشوف لكن مش كون خايف انا حياتي كان محدودة في الشركات كنت تجيني كنترول نقول لهم لا ما تكونترولينيش انا بي دي جي وما نتمسش تتمس بسيت عليك وتعدي الحسابات نتاعك وتبين اللي يتكلم وتقولوا لحساباتي واللي يرعى شكون تسرق فيا يا ولدي مش مسرق فيك هو سيدنا ابراهيم كلم ربي قالوا ارني تحيي الموتى كلم ربي وما ادراك قالوا وريني تحيي الموتى انت وريني ترى يا اخي كلم ربي قال انت بنادم تتكلم لهم تقول له خويا وريني الحسابات تاع الشركه نتاعك شفتها وما فيهاش الناس تقلق والنخ راه انا بحضر ريمارك لا وكيفاش وعلاش يا ودي انا ما سرقتوش وما سرقت حتى حد انا قلت فما حسابات يا خويا حطوها البيبليك حق من حقوقه هذه ما شارك هذه ستون اسوسياسيون الجمعيه الناس الكل عندها حق تشوف ما لها وما عليه خليني نشوف هذا اش قلت انا وانت قول لنا يا سي جلال كان مسبق فلوس قلنا قداش قلنا كان فما فلوس داخله وقت باش تدخل قدم في الجلسه العامه خلي الناس تتقدم خلي الناس تعمل البروجرام تاعها في دي دوس كو جو دير ماشي حاجه كبيره ما فيها حتى تشفي حتى ياكل لو مونت كونت واضح شكرا لك سي غازي بن تونس على تدخلك معنا
مشكور الرئيس السابق خلال الملعب التونسي غازي بن تونس. توا وقت الاخبار وصلنا لنهايه ساعتنا الاولى، الاخبار والرجعين.